لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد ضيفه نادي الرجاء الرياضي، وذلك في الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية، ويحصل فريق الوداد المركز الثاني ب11 نقطة بالمناصفة مع نادي الجيش الملكي، وسيبحث عن نتيجة إيجابية عندما يلاقي غريمه فريق الرجاء الرياضي في الديربي. من جانبه يحصل فريق الرجاء المركز الثاني عشر بست نقاط، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية وصعبة في الديربي ضد فريق الوداد الرياضي. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الأحد القادم 23 أكتوبر انطلاقا من الساعة 4 زوالا على أرضية مركب محمد الخامس، وذلك في الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة رياضية المغربية بشكل حصري.